لك والله انه مش هو طلع عليه منيح. طلع امبارح قلت لي عن شوفير التاكسي وما طلعش هو. يلا كيف ما طلعش هو؟ هي هو نفسه طلع نفس الزلمه. رد علي انا بقول لك هو وين الشباب رايح على الطابق؟ على الطابق ال20 عمي. شوف كيف صوته يا زلمه قاعد على انه هو. بقول لك ولك هذا هو. خلص عشان اقطع الشك بالله يبغى يخلينا اسال عمي انت قد ايه لك تشتغل؟ لا يا عمي انا من سنين بس انتوا اشكالكم جديده على العماره هاي. شفت كيف يا زلمه؟ شفت كيف بحكي يا زلمه؟ متاكد مليون بالميه. انا متاكد اكثر من اول انه هو. شو بيشتغلوا الافنديه؟ سيدي احنا بنشتغل بوزاره الصحه واي خدمه بدك اياها احنا بالخدمه. والله يا ريت يا عمي انا قدمت قبل فتره لاعفاء يعني قلت بجوز تساعدوني فيه يعني والله وقالوا لي تعانوا الاعفاء انه ما بيطلع لي. قال ليش؟ انه ما بستوفي الشروط اللازمه يعني. لو شو كانت الشروط عمي؟ قال الحد الادنى للرواتب قال ما بينفع انه بيطلع لك اعفاء فاروح دبر حالك. فمش انا هيك انا مستعد اكرمكم بس ضبطوا لي الشغله مشان الله. خلاص انت تعال عند عمي ابو فارس. بس لو وجودكم تشتغل شو؟ سيدي ولك بده يوقعنا زي ما وقع الناس الثانيين يا زلمه مالك انت حمار. اذا بتجينا على الدائره بنعاملك كمواطن زيك زي اي مواطن ثاني، ما عندنا فرق، كل المواطنين سواسيه. ما بنفرق بين المواطن الثاني. الحمد لله رب العالمين. يا عمي مين هالايام بقدر يعيش بدون رشوه؟ ما بصير عمي، انت موظف بدك تكون يعني مكادح ما بصير، بدك ترتشي. احنا سيدي احنا ما بنقبل بالرشوه، احنا مواطنين شرفاء. بس سؤال، احنا سيدي انت ليش بدك الاعفاء؟ يعني والله انا حاب اخذك اتصور بجنبه، شايف شلون؟ يعني الواحد ليش باخذ الاعفاء؟ بدي اساوي اسناني موتاتني وجع. طب ليه ما تروح على دكتور؟ من وين اروح على دكتور يا عمي؟ العين بصيره واليد قصيره. يا زلمه بقول لك العين بصيره واليد مش عارف مالها، وبقول لك انه معيش مصاري، بس بقول لك بدي ارشينا. ايش قلت لك هو انا يا زلمه. بس اسمع عشان نفرجين احنا مواطنين شرفاء ونخاف على كل الناس. سيدي اذا بتجينا بتشرفنا على الدائره احنا بنعالجك على حسابنا الشخصي. معقول؟ يا ريت بهالبلد كل مواطن بيفكر زيكو، كان البلد بألف خير. والله يا عمي هيكتك انت احسن منكم ما في. الله يفتح حق وجهكم والله يا ربي ييسر اموركم يا اولاد الحلال، لانكم انتم فعلا اولاد حلال. اه والله طلع عليه هالزلمه والله انه هو الزلمه. مش هو قبل شوي قلت لي عن الزلمه ما طلعش هو، هسه بتجي تشوف كيف هاي يا زلمه هو طلع عليه.